السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم أم زينب حياني. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم تغريد اللي ناجح 100% غيتنال الإعجاب ديالكم، واللي جربته غينجح معاه إن شاء الله. وقبل ما نبداو ما نساوش نصليو على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. ثلاثة كؤوس ديال السميد، راك شاركت معكم ديال الدقيق الفينو، حتى هو كيجي واعر، وشاركت معكم الطريقه وكلشي راه كاين في القناه. المهم هنا هما ثلاثه الكاس الكؤوس ديال السميده، السميده الرقيق رقيقه، السميده الرقيقه، وهنا كاس ديال الفورس، وهنا ناخذوش ما نديروش هاد الخماره كامله، غندير غير ملعقه صغيره، وهنا غندير معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، والسكر اللي بغيتوه يجي ذهبي ديروه معلقه صغيره، والملحه. بالنسبه للماء ما يكون دافي، الماء يكون دافي. بالنسبه للماء نفس الكاس اللي عبرت به السميد والفورس غنعبر به الماء. صافي نخلي هادو على جنب، نجيب الخلاط. انا ندير كلشي في الخلاط. الكاس الاول ندير جهد ثلاثة كيسان، نخلط فيهم العجين حتى لحتاجيت ديك الساعة، على حسب السميدة تاني عاد كتشرب. ها ثلاثة كيسان، نضيف المكونات كاملين، معلقة صغيرة ديال الخميرة، بالنسبة للخميرة الحلوة مكنديروهاش هي الأولى تاع لاخر، ومعلقة صغيرة معلقة صغيرة ديال السكر، ومعلقة صغيرة ديال الملح. دابا ضفت ربع ثلاثة كيسان ديال الماء، نضيف الرابع ونخلط، حتى جيت هديك الساعة راه غادي. الحاجة الوحيدة اللي مكنضيفش هي خليت الباقة تقيل، غنضيف دابا هاد الخميرة، نضيف نص معلقة صغيرة، شنو هاكا خدمة معلقة صغيرة، ونزيد الماء، نزيد الماء، الماء تا هو دابا، شوفو كاس ثاني، دابا ضفت ربعة الكيسان، مع السميدة كتشرب. نضيف فوق ربعة الكيسان، ها الخامس دابا، من كتكونو هاد الفقرات عرفو صافي راه بارك عليك، راه مزيان، نرجع ليكم الضو باش تبان ليكم هاد الفقرات، حتى داب بجوج واحد. المهم شتو الفقاعات فاش كتكونو هاد الفقاعات صافي راه العجينة ديال البقرة راه مزيانة. دابا غنجيب هاد السلافة هادي ونمزج فيها الخليط، صافي غنخليه. المهم هانتوما
من بعد مرتاح هانتوما تكون هادوك الفقاعات. ندير المقلاة تصفن لا بغيتو ينجح معاكم فاش تحط البقره طيب على النار فيها تكون شاعله مزيان مرتفعه تكون النار مرتفعه ان فوا تبان لكم دوك يديروا دوك التقيبات في البقريره نقصوا العافيه المتوسطه فقاعات وتكونوا في العجين صافي عاد بداو طيبوا باقي ما تكونوش دوك فقاعات ما تبداوش طيبوا فيه. نكمل انا كنزل في الوسط بحال هكا صافي ما كتعاودوش تبقاو تزيدوا وكنوزعوا شويه هكا وكننزلو على النار تكون مرتفعه صافي هنا غيبدا يتقب ان فوا كيبدا يتقب مزيان صافي كنقص عليه النار بحال هكا صافي انا هنا صافي هنا انا نقص النار نقصها نخليه يطيب على خاطرو ثاني حتى ينشف من الفوق صافي نزولها صافي نكمل بهذه الطريقه هذه ولكن خليو العجينه اللي بغيتو تنجح معاكم خليوها ترتاح مزيان 20 دقيقه حتى كتطلعوا عليها وتلقاو هذوك الفقاعات هنا كتلقاو هذ الفقاعات وتكونوا في العجين صافي عاد بداو طيبوا باقي ما تكونوش هذوك الفقاعات ما تبداوش طيبوا فيه. المهم البنات ها هو البغرير جا تبارك الله زوين ما شاء الله غير جربوه جربوه راه غينجح معاكم على حسابي ونتسنى التطبيقات ديالكم على انستغرام غنخلي لكم انستغرام ديالي غنخليه لكم في صندوق الوصف باش اللي درتو تشارك معايا الصوره ديال البغرير ديالها. يلا عواشكم مبروك راه يعني لكم بزاف وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم وبسلامه عليكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بسلامه.